للمزيد ينضم إلينا من خان يونس الصحفي غازي العلول، وينضم إلينا من القدس مراسلنا نضال كنعنة. أبدأ معك غازي، يعني غارات إسرائيلية مستمرة على القطاع، الجيش الإسرائيلي أيضا يقر بمقتل جندي خلال محاولة تسلل، ضعنا في تفاصيل ما جرى. بالفعل تركزت الاستهدافات خلال الساعة الأخيرة على المناطق الوسطى، بالتحديد ما بعد جسر وادي غزة، وهي المنطقة التي دعا الجيش الإسرائيلي فيها المواطنين إلى ضرورة النزوح إليها وترك مدينة غزة وشمال القطاع. الاستهدافات طالت منزلين في دير البلح وكذلك منطقة المغازي يعودان لعائلة آل اللوح، وكذلك كان هناك استهدافا مدفعيا في منطقة النصيرات أيضا. حديثا وصل جثمان أحد الضحايا من عائلة أبو حبيس بعد استهداف سابق خلال هذا اليوم لمنزل هذه العائلة في منطقة القرارة إلى الشرق من مدينة خان يونس، وعلى إثر ذلك ارتفع عدد الضحايا في هذه الغارة التي استهدفت المنزل إلى 5، وهو ما يرفع عدد الضحايا في مدينة خان يونس حتى هذه اللحظة إلى 50 ضحية، وعشرات الإصابات كانوا قد وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي في وقت سابق. ربما خان يونس والمحافظات الجنوبية نوعا ما تشهد خلال الساعة الأخيرة هدوءا حذرا مع بقاء الطائرات الحربية الإسرائيلية وطائرات الاستطلاع تحلق على مستويات منخفضة، ويعتبر ذلك في إطار الجهود الاستخباراتية لهذه الطائرات. أيضا كانت إسرائيل وعبر جيشها قد أعلنت مقتل أحد الجنود الذين أصيبوا إثر تسللهم ووقوعهم في كمين لكتائب القسام كما أعلنت سابقا، وأصيب في هذا الكمين 4 من جنود الجيش الإسرائيلي، ودمرت دبابة وجرافتين كانوا قد توغلوا إلى الأراضي الشرقية لمدينة خان يونس. وبعد ذلك وقبل دقائق أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد هؤلاء الجنود المصابين. إذن كان معنا من خان يونس غازي العلول.